في 26 آذار 2020، أي قبل أكثر من عام، أخذت حكومة حسان دياب قراراً بالتدقيق الجنائي. في 21 كانون الأول 2020، أي قبل 4 أشهر تقريباً، رفع مجلس النواب السرية المصرفية. رغم كل هذه المدة والتواريخ، لا يزال التدقيق أسير المراوحة والوعود لا أكثر، وهو أمر دفع برئيس الجمهورية إلى رفع الصوت عالياً، مستنداً إلى عدة مؤشرات تدل على أن الهدف تطيير التدقيق الجنائي ومعه أي إمكانية للمحاسبة. مؤشرات التعطيل والتسويف والمماطلة ظهرت أيضاً من خلال البيان الأخير الصادر عن وزارة المال بعد اجتماعها مع شركة ألفاريز أند مارسال، فالمكتوب يقرأ من عنوانه: واجتماع بهكذا أهمية لم يحضره لا وزير المال ولا حاكم مصرف لبنان، بل ممثلين عنهما. هذا في الشكل، أما في المضمون فحدث ولا حرج. شأن أم أبينا، البيان اللي طلع بعد الاجتماع الشهير منه بيان مريح أبداً، فيه مماطلة، فيه عبارات مش واضحة، سيباشر لحين تفعيل العقد اللي بده أكثر من آخر نيسان، وكأنه بعد العقد لم يفعل، وكأنه بعد المستندات بعد 10 أيام على إقرار تدقيق جنائي لمجلس الوزراء بعد ما انشغل، بدها تتسلم فوضى الحكومة مستندات، وستحدد المستندات التي تتطلب وقت أكثر من آخر نيسان. شو تحدد؟ لحد هلأ ما حددنا، مش تسلم، تحدد. ليش؟ ومن وبعدين الاجتماع مين حضره بالاساس؟ مين الاشخاص اللي حضروه؟ في حدا قاسم يمين قدام رئيس الجمهوريه المفروض يتحمل مسؤوليه قرار تاريخي هيدا. في عندنا كمان في مستندات بعد بدها تندرس. طيب كيف بدها تندرس؟ ما احنا قلنا 10 أيام، ليش لحد هلا ما اندرست؟ وبعد مواقف رئيس البلاد العالية السقف، وفي محاولة لذر الرماد في العيون وتقزيم مضمون الكلمة كما يقول المراقبون، سارع اليوم رئيس حزب القوات سمير جعجع لسؤال الرئيس عون لماذا لا يقدم من خلال حكومة تصريف الأعمال على اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المطلوبة في حال كان جديا في طرحه، علما أن رئيس الجمهورية كان دعا بالأمس حكومة تصريف الأعمال إلى عقد جلسة استثنائية. فهل تلتئم الحكومة لمناقشة ملف يتوقف عليه مصير بلد؟ بكل محبة بتوجه لرئيس الحكومة، يدعي لجلسة استثنائية مش كرمال شيء، بس تحميل المسؤوليات لمعرفة بالضبط وين صرنا نحن بالتدقيق الجنائي. ليش هالمماطلة؟ ليش ما عم ناخد قرار سريع إنه نحن نمضي العقد؟ مين اللي عم بيعيق بالمعنى الصحيح؟ نحمله المسؤولية بالأخير في قرار مجلس الوزراء لازم يحترم، شو ما كان الوضع مفروض قرار مجلس الوزراء يحترم. ما بيقدر ولا أي موظف بالدولة اللبنانية ولا أي مواطن بالدولة اللبنانية شو ما كان مركزه يكسر قرار مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يتفرج عليه. وفيما التزمت مصادر سلام الصمت بعد كلام الرئيس عون رافضة التعليق، أكدت مصادر وزير المال في اتصال مع الأو تي في أن كلام رئيس الجمهورية عامل مساعد ومحفز في هذا الملف، متوقعة أن يقدم حاكم مصرف لبنان غدا جزءا من المستندات المطلوبة التي كان يمتنع عن تسليمها سابقا بحجة السرية المصرفية. ما قبل كلام الرئيس عون لن يكون كما بعده، تعلق مصادر سياسية معنية عبر الأو تي في وتقول: اللبنانيون كلهم، يعني كلهم، مدعوون للدفاع هذه المرة عن حقهم ومستقبل أولادهم.